نعم، منذ الساعة 7 صباحا بدأت هذه الاقتحامات خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس في كل يوم عمليا تسمح اقتحامات المستوطنين، ولكن اليوم طبعا هو عيد ما يسمى نزول التوراة أو الحصاد أو الأسابيع، يعني لديه عدة أسماء. كان هنالك دعوات واسعة من قبل المستوطنين من أجل اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك. في المقابل أيضا كانت هنالك دعوات من قبل فلسطينيين لشد الرحال وللدخول إلى المسجد الأقصى، ولكن كما في كل عيد أو في كل مناسبة يكون فيها الكثير من المستوطنين يدعون إلى اقتحامات الأقصى، منذ مساء أمس منعت شرطة الاحتلال الكثير من الفلسطينيين والمصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى، بالذات نتحدث عمن هم ما دون سن 50 عاما، وبالتالي كان الهدف عمليا منع تواجد شبان خلال ساعات الليل وساعات الفجر. أيضا يعني هذه الإجراءات استمرت حتى صباح هذا اليوم، فئة الشبان من الفلسطينيين والمقدسيين يمنعون من الدخول وأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك من أجل إتاحة دخول المستوطنين دون أن يكون هنالك أي رادع أو أي من المتصدين لهم من قبل الفلسطينيين. حتى الساعة هنالك أكثر من 200 مستوطن على 6 مجموعات كانوا قد اقتحموا باحات الحرم القدسي. يعني فقط أود أن أذكر بأن هذا العيد تحديدا هو ليس عيدا دينيا، هو بالأساس عيد يتعلق بالزراعة والفلاحة والحصاد، ولكن نلحظ في السنوات الأخيرة بأن المستوطنين يستغلون كل مناسبة دينية أو غير دينية من أجل ترسيخ اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، من أجل الدعوة إلى اقتحامات أوسع وترسيخ هذا التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك. إذن منذ الساعة 7 صباحا بدأت هذه الاقتحامات. هذه الاقتحامات تقسم على فترتين، الصباحية والفترة المسائية. الفترة الصباحية تنتهي في الساعة 11:30، وبعد ذلك تبدأ الفترة المسائية من الساعة 1:30 حتى الساعة 2:30. نتحدث عن 100 المستوطنين، يعني عن أكثر من 200 مستوطن قد نرى يعني خلال نهاية فترة الاقتحامات أو فترتي الاقتحامات هذا اليوم. المئات من المستوطنين كانوا يعني قد يقتحمون الأقصى وفق الأرقام الواردة حتى الآن.